ما بين ميزان من الاثنين للجمعة مع 9:30 متاع الصباح. صباح الخير، صباح النور لأعزائنا المستمعين اللي تبعوا فينا على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياة فيم، ولا يسمعوا فينا على الباند فيم 90.3. برنامجكم ما بين ميزان اللي يهتم بالجمالية متاع دياركم. احكينا برشا على الانتريور، اليوم جاي وقيت باش نحكيو على الاكستيريور، هو البراني متاع الدار، يعني الفساد، الحيط البراني متاع الدار، شنو يلزمنا نعملوا فيه، كيفاش الدهينة، كيفاش كل شيء، باش نوضحوه مع مروه. صباح النور مروه. صباح الخير مروه. صافا؟ الحمد لله. ايش احوالك؟ الحمد لله. اي شنو جبتنا معاك اليوم؟ مش نحكيو على الفساد اليوم؟ اليوم مش نحكيو على الفساد، من برا كيفاش مش تكون في منظر مزيان، كيفاش مش معناها مش نعملوا لي كومبوزون تاع لي كولور. كما حكينا في الحلقات اللي فاتوا، بون لقينا ان بلان دو شوا في الانتيريور، بون مالوغوزمون عندنا كاين دو شوا بركه، معناها دو ماتيير في الاكستيريور، هذوما اللي ديرنييرمون خارجين وموديرن وفي مطلبيه. اما تطلع حاجه مزيانه برشا مروه، هما بالحق دو ماتيير. هو محليه كي يبدا ما عندك، انا بيرسونيل نقول محليه كي ما عندكش برشا شو حاجتين مزيانين، حاجتين معناها ديورابل كل شيء، نختار ما بيناتهم تطلع حاجه مزيانه على الاخر. اي معناها ما تنجمش تكون حاجه خايبه برشا. شو اوزر لا راهو ما نمشيوش في نطاق انها باهيه ولا خايبه، خاطر ما فماش حتى عندي خايب. ثقة محليها ثقة. والله باهية ثقة مروة. ليه بالحق باهية الثقة اللي أنت الماتير متاعك عرفتها شنية وعندك فيها أي ثقة. أي بطبيعة معناها أنا ديجا راني مشتاقة في السوق التونسي، معناها أنت حتى كي جيت بحذيكم با مال دو فوا، ديما نحكي أون جينيرال على لي ماتير، دونك معناها كو سوا عندي ولا عند غيري هذوما لي ماتير موديرن اللي موجودين في السوق توا، معناها اللي خارجين معناها بالكدا البريود. أي اللي خارجين البريود هذي، دونك اللي هما باهي عندنا الماتير الاولى اسمها جرافياتو، بلغتنا احنا جرافيتي ديما نقولوا، مش تلقى فيه ان بلان دو شوا في لي كولور، معناها لي شوا في لي كولور مش تلقى لي طون الكل من الكليغ حتى الفونسي. جينيرالمون لي فساد او مينيموم لازم يكونوا معناها زوز الوان، لي كولور مش يكون واحد فونسي واحد كلير، باش يعملوا كونتراست. لي كلير نمشيو فساد الكل باش يشرح الدار وتظهر محلاها، والفونسي مش نخدموا بيه لي بوردور الحاجات الصغار، فهمت؟ كيما حكينا معناها الابليكاسيون هذيا نتاع الحيط، معناها بيان سور على الحيط الليقة، وبعد تعمل الابليكاسيون نتاعو هذايا. لا 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 لازم اغزر بومب، هذيا الكيسيون باهي برشا، انا كنت نحكي ما يركبش علاقه ديريكت، اذا كان انت تحبوا يقعد معاك كيما نقولوا معناها بيريود كبيره، فهمت؟ هو يقعد معنا افي، يقعد افي راهو معناها ما تنحيك، انك تقلق منه كي تقلق منه. اما وقتاش افي باش نحكيه؟ كي يكون الباز حاجه باهيه، فهمت؟ معناها مش يكون الباز الملوطه بريما كازا اللي هو سوفاسور، مش تخلط بالركزي هذيك، لازمها الكوش هذيك الباز يكون باز باهية، ما نعملوش باز. بون احنا مو تبدا الامور مضعضعة شوية من المرمى، الناس كل تبدا معناها كيما نقولوا يتبع الحاجات الاقل، ويقول لك هي مش تظهر، ما انا بخيتو مش راكب فوقها جرافيتي، دونك مش لكن العمده الكل على هذيك، خاطر الجرافيتي فاش مش يشدك يبدا الباس خاي، بيان سور، فهمت؟ معناها يولي معناها انا حمش نركب عليه حاجه مزيانه وتحفونه، اي بوركوا با خليها ديورابل، ما يسالش بالحق نعملوا كيما قلت انت مرمه وفلوس وكل شيء، ما يسالش انت استثمرت كمل استثمر فيها، باش من بعد ما تقعدش خمسة ستة وانت تبدل اي فوالا هذه بتنقول. فما كيف كيف راهو لي ماتير معناها اللي مش تكون سوفاسور من لوطه، فما كيف كيف شوا في ليكول. بون انا عندي بريما كازا مش تكون 25 كيلو، هذيك باهي ننصح بها برشا، في المتراج تمشي فوق 200 متر كاري، معناها انت كي مش تعمل جرافيتي ولا سانتيكس ولا اللي شيرها لي، ديما ننصح انه الباز يكون باهي باش بعد ما معناها ما تقعدش فيك لوبستاكل انه ما شدكش البرودوي ولا هو تقشر هاو طرها، فهمت؟ دونك ديما نحكيو على الباز باهي. وبالنسبه بربي مش نحلو قوس صغير على لي سيونس الاخرين، راهو الديكور انتيريور لازم الحيط يكون ماستيك، معناها شنو ماستيك؟ معناها مخدوم ماستيك فيني، فهمت؟ ما يركبش راهو ما يطلعلكش منظر مزيان اذا كان الحيط مش ماستيك.
احنا بالطبيعه ديما قلنا راهو التكنيسيان هو راهو بالحق باش يعمل كل شيء، هو ديجا مش يقولها لك هذا ما تجيبش ما تجيبش دهان عادي باش يركب لك ال اي راهو اغزر ما هنا راهو انا قلت لك راهو بالماسيك يعطيك حاجه وما غير ماسيك مش يعطيك حاجه وميم سي مش يشكل لك اكثر برودوي دونك نعمل حاجه مزيانه نعمل حاجه على اصولها نعمل حاجه على اصولها من الباز حتى اللي تكمل دونك تطلع حاجه بقدر تربي سوا وكيما نشوفوهم في التصاور ميم حتى ازين معناها بالحق فما حاجات معناها سور لو بلان ريال تحسها ازين بالحق تقول بالحق طلعت لي ازين من التصوير اي بتبيع لي نرجعوا معناها الجرافيتي تاع نرجعوا له كيما قلت فيه لي كولور الكل من الكلاخ حتى الفرونسي من البلون للنوار انت هنا وشوا الكليون وهاني معناها كينا ان جينيرال شنو لازم سينو لي كولور كيف كيف نرجع لي زارشيتيكت نتاعنا هما يقترحوا ولي كليون بالطبيعه لازم عنده هكا شويه راي شويه ذوق وتطلع حاجه بقد ربي مزيانه معناها هما بالحق ولاو خارجين على الاخر في الفساد تلقى دو كولور مثلا غري وبيج مثلا يركبوا على بعضهم هكا فما دي كولور محلاهم طون غري يمشي وحده طون دو بيج يمشي وحده برشا ناس يميلوا راهو للبيج والمارون غري كلير وفرونسي فوالا حاجه معناها هذيك العين وما تشرح اي بالحق درنا ما وليت تلقاهم لي دو كولور هذوما معناها في الفساد معناها طوندونس جديده اللي خارجه على الاخر سينو عندنا ماتير اخرى اسمها سانتيكس هذه هي مطلوبه في السوق وحاجه مزيانه برشا مش تكون دي غران كولوري ماشي شفتهم عندك هذوما مزيانين على الكلي عجبوني انا اي فوالا اللي عجبوني مش تكون فيها لي غران انت وكيفاش تحب معناها لي كومبوزون ساعات مش تلقى مثلا 50% مارون 50% بيج ساعات مش تلقاها بلون وانت تحب مثلا 20% في الروج اي كولور دونك لي كولور موجودين في لي غران الكل كيف كيف لازم باز باهية باش تشد ديما تأكد على الباز الباهية من الأول باش يشد لك معناها ديما أي حاجة أي حاجة, حاجة في هالدنيا لازم بازها صحيح فوالا باش تكمل معنا فهمت معناها كي نحكيو زادا راهو هنا فما لي كولور الكل كيما قلنا هنا نشوف ذوق الكليون سانتيكس نخدمو جينيرالمون وحده معناها ماهوش كوب باش يعملو كونتراست خاطر ديجا هو شارجي في لي غران دونك تخدم وحده خير انا فهمت هذوما هما دو ماتيغ نجمو نخدمو عليهم في الفساد البرانية متاع الدار سينو فما بلوس اخرى اللي هو البايت البايت ديجا دايرجا برشا مش كيما بايت الانتيريور متاع ديكور كيما متاع الاكستيريور الاكستيريور ديجا مش يكون معناها مخصص للجرافيتي وللسانتيكس مش فيه بيان سور مش يكون دوري ولا ارجون معناها لي كولور اللي نعرفو متاع البايت يعطي حاجه مزيانه برشا انا عم بامال دو فوا معناها الراف لي فساد مخدومه بالسامحني بالبايات ياسر يوهرها وياسر محلاها وياسر مسخمها وهنا هاني قلت لك فما سامبل فما شارجيرا في اي حاجه فهمتك ومحلاها كي ترى الدار من لون الفساد نتاعها تقول واو مزيانها بالحق حتى لو كان معناها بالحق استثمر في البراني وبعد معناها تنجم حتى الدخلين بالحق خاطر راهي وجه الدار هي المنظر نتاعها ديجا احنا قبل الكل نبدا بيضه الدار يقول لك باش تشرها مشرها معناها هي وجه الدار حاجه معناها انا ديجا حتى كي يجيني شانتي كيما نقولوا احنا ديما ننصح انه يخدم وجه الدار والديكور مش هير معناها ابخيت وجه الدار قبل كل شيء خلي الباز معناها واستثمر استثمر بالقدا بالحق استثمار هو معناها فهمت وكي تحط فلوسك في حاجه تطلع لك مزيانه كيما قلت انت جرابل ما تنحاها الا ما انت تفد منها مش هي تقشرتك بالمطر ولا بالنداء ولا بالشمس ولا نداد مش نحكيو عليه في حلقات حلقات جاي مش نحكيو عليه بون احنا مش نداويوه النداء مي مش نعملو هكا هما فازات نجمو معناها نعملو شكرا ليك مروه شكرا ليك وربي يعينك يعيشك يعيشك ميرسي بيان شكرا ليكم اعزائنا المستمعين الفيديو ان شاء الله تلقاوه بعد شويه على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياه فهم كانت معاكم اروغيت كوتي ميكرو امنا بخيت في الاخراج التقني محمد ضياء فجرية امن لكم الديجيتال خليكم في متابعة البقية برامجنا نتمنى لكم نهار طيب ما بين ميزان من الاثنين للجمعة مع 9:30 متاع الصباح